ازيكم يا بنات واهلا بيكم تاني في القناة. انا نوش والنهاردة عندنا فيديو ميك اب لوك سموكي اسود اخيرا زي ما طلبتوه، وانا ما اقدرش ارفض لكم طلب، لازم اعمل لكم اللي انتوا عايزينه طبعا. فمش عايزة اطول عليكم، لو عايزة تعرفين عملت الميك اب لوك كده ازاي كملي الفيديو للاخر، والتنويه الثابت والدائم والسريع، لو في اي حاجة مش عاجباكي في الميك اب تقدري تغيريها، لو في لون روج مثلا مش عاجبك غيريه، حاسه ان في حاجه كتير قلليها، لو حاسه ان في حاجه قليله كتريها. الميك اب فن وتعبير عن النفس، وعبري بالطريقه اللي انت حباها. لو مش ده ستايلك في الميك اب قابلينا في توتوريالز تانيه، ان شاء الله تلاقي اللوك اللي تحسيه انت. وبس كده، ما تنسيش لو عجبك الفيديو ده تعملي له لايك وسيبي لي كومنت برايك، واهم اهم 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 حاجه تشتركي في القناه وتدوسي على علامه الجرس علشان يوصل لك اشعار النوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ. اول حاجه هعملها ان انا هحط لانسز لونهم جراي، هم اسمهم سكاي جراي من ارورا، وده شكلهم. هي مش جراي فاقع، مديه عسلي على جراي، حاجه هاديه، مش عايزه يكون اللون فاقع. وتقدروا تجيبوا اللانسز دي من اللينك اللي هسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس، وتقدروا تستخدموا الديسكاونت كود نوج لين عشان تاخدوا 10% ديسكاونت. واللانسز دي متاحه في مصر والكويت والسعوديه والامارات، في بلاد كتير. ف بس كده. طبعا الجراي الفاتح برده هيليق قوي مع اللوك ده، بس انتوا عارفيني انا ماليش قوي في الجراي الفاتح الصراحه. واول حاجه هعملها هحط هايلورونيك اسيد على وشي كله، وده الدراسات بتقول ان هو مرطب قوي جدا للبشره، وانا تقريبا قربت اخلصه، انا بستخدمه بقالي شهر. بيني وبينكم يعني مش شايفه، شفتش حاجه نتيجه واو، بس انه زي ما بقول دايما انه انا متعوده على السكين كير، مش متعود على السكين كير، فمش اي حاجه بالسهل بتحوق فيه. طبعا عادي تحطيه حوالين العين، بالعكس المنطقه ديت محتاجه ترطيب. بعدين هستخدم كريم العين من نمبر 7، وبعدين هستخدم كريم النهار من نمبر 7. النهارده هستخدم فاونديشن جوردانا، وبعدين هستخدم كونسيلر اسنس كاموفلاج بلس كونسيلر، وهركزوا على المناطق اللي فيها تصبغات وعلى المناطق اللي عايزه انورها، زي تحت العين وفوق المناخير، فوق الشفايف، على الدقن وعلى الجبين. دلوقتي هثبت وشي كله ترانسلوسنت باودر من جولدن روز. تحت العين هحط باودر بكميه كبيره علشان هنستخدم الوان غامقه ومش عايزينها تبوظ لنا الفاونديشن. وبعدين هرسم دلوقتي حواجبي بالقلم ده من ريمال، مع القلم ده علشان مش دقيق نهائيا، فبقعد ارسم واسرح الحواجب عشان اشوف اللي ناقص وارجع اعمله تاني. دلوقتي وصلنا لاساس هذا اللوك وهو العين، وهستخدم باليت هدى بيوتي روز جولد. واهم حاجه في السموكي هي تدريجه الالوان اللي من بره علشان تدي اللوك السموكي. السموكي اللي هو جاي من الدخان، الدخان بيبقى طالع كثيف وبعدين بيخف يخف يخف، ف هيكون الكثافه هو الاسود اللي على الجفن، وبعدين بنطلع بني غامق فافتح فافتح فافتح، وهكذا لحد ما يبقى اللوك كامل. البلندنج مهم جدا، خدي وقتك في البلندنج زي ما دايما بقول لكم، بس السموكي هنا التحدي فيه بيبقى اقوى شويه، لان الالوان بتبقى صعب الدمج خصوصا الاسود. فاول لون هبدا بيه هو اللون البيج الفاتح ده، وهحطه في كسره العين. خدت حاجه بسيطه جدا ورفضت الفرشه قبل ما احطها، هدمج بحركات دائريه علشان اوزعه توزيعه واسعه. بعدين هستخدم اللون ده، هو بني محمر كده، وهبدأ برضو من عند كسرة العين وهدمجه لفوق بحركات دائرية. هرجع تاني باللون الفاتح اللي قبله وأدمج بيه أطراف البني الفاتح. فرشة نظيفة، ارجع ادمج اطراف الاي شادوز مع بعض علشان اتاكد ان كل حاجه اندمجت.
دلوقتي هستخدم اللون البني ده، وهو لون بني غامق جدا، لون بني محروق، وهحطه في كسرة العين ومش هطلعه فوق قوي زي اللون اللي قبله. يعني الفاتح اللي قبليه ما طلعتش عليه قوي، والغامق ده مش هطلع عليه قوي، وهكذا. ركز الدمج الاول في كسرة العين، بعدين بالراحة ادمجه حركات دائرية صغيرة قوي لفوق. تاخدي كمية بسيطة من الاي شادو وبترجعي تزوديها كل شوية، كل ما تحتاجي، ما تاخديش كمية كبيرة وبعدين تتدبسي في الدمج فيها او ما تعرفيش تدمجيها. وارجع بالفرشة النظيفة ادمج الالوان مع بعضها. لو عايزة ارجع تاني باللون اللي قبله عادي، ممكن اعمل كده وادمجه مع طرف البني الغامق. طبعا حاجة بسيطة جدا باخدها، مش باخد كتير. نفس الشيء مع اول لون. ودلوقتي هاخد اللون الاسود اللي في الباليت وهنحطه على الجفن المتحرك بطريقة الطبطبة. وبعدين بالفرشة، فرشة الدمج اللي بالبني، وهاخد لون بني بسيط وابدأ ادمج بيه اطراف الاسود. يعني بس البني لما بيدمج مع الاسود هيدينا التدريجة، بس انا مش هاخد خالص الاسود واستخدمه في الدمج. وارجع طبطب تاني بالاسود لو حسيت ان هو بقى باهت من الدمج، برضو بس على الجفن. وارجع ادمج تاني باللون البني الغامق. هسحب الاسود حاجة بسيطة من اخر العين. بعدين هجيب الباودر وهمسح بيه الاي شادو، اخليه مسحوب كده لفوق. دلوقتي هبدا اشتغل على العين من تحت، وزي ما انتم شايفين كده، عشان كده انا ما بحبش السموكي، عينيا قفلت، بس احنا هنفتحها دلوقتي ما تقلقوش. هاخد اول لون بني فاتح، نفس تتركه الالوان اللي عملناها فوق هنعملها تحت، وهحطه تحت العين وهنزله تحت قوي. شايفين كده، ما تخافيش تنزلي اللون، وهنربطه فوق مع العين. بعدين باللون البني الاغمق، مش هحاول انزله زي اللي قبليه. وبعدين اللون البني الاغمق، بعدين بفرشة فلات زي ما انتم شايفين كده، هاخد اللون الاسود وهحطه بالظبط عند خط الرموش. ودلوقتي مع الحركة اللي البنات اللي عينيهم ضيقة زي هيعملوها، والبنات اللي عينيهم واسعة هيستخدموا كحل اسود. اصحاب العيون الضيقة هتحطوا معايا قلم ابيض، او لو انت ما بتحبيش الابيض حطي بيج، حطي نود، حطي اللون اللي يريحك. المهم ان هو يكون لون فاتح، او ممكن تسيبي عينك كده، بس انا عايزة افتحها عشان حاسه ان انا عينيا اختفت. وهستخدم القلم الابيض ده من سيفورا، وهشده حاجة بسيطة خالص من الكورنر. ودلوقتي هاجي بكحل اسود من اسنس وهحطه جوه الكورنر اللي في العين. والكحل الاسود هحطه هنا برا، واقفل بيه العين. هاجي بالفرشة الفلات وهندمج بيها الكحل. طبعا هي لسه كان فيها اي شادو اسود، نسيت احط مرطب، فاسرع احطه دلوقتي. دلوقتي هنسيب العين شوية وهننتقل للوش. اول حاجة هعملها انا هنفض الباودر الزيادة اللي كان تحت العين. دلوقتي هعمل كونتور الوش، وهستخدم الباليت دي من نيكس. بعدين هستخدم البلاشر ده من ذا بادي شوب، وبحب لونه مشمشي كده مع اللوكات الجريئه، يبقى حلو باين ناتشرال علشان ما يخطفش الاضواء من العين، لايق كمان مع التدريجه اللي احنا عاملينها فوق.
دلوقتي مع فقرة الهايلايتر، والهايلايتر اللي هستخدمه جوه كورنر العين هو الهايلايتر ده من الباليت دي بتاعت اسنس. هو الهايلايتر ده هو لونه ذهبي، اللون الاسود اللي احنا كنا حاطينه هيروح، هنرجع نعمله تاني سوكي. هرجع بالكحل الاسود نظبط الذهبي ده، بعدين هياخد مثبت الميك اب ده من انتويت وهرش وشي كله قبل ما نحط الهايلايتر علشان يخليه يشع اكتر. وهستخدم النهارده هايلايتر ماك. دلوقتي هنرجع للعين وهستخدم الماسكارا دي من فلورمر اسمها بوش اب ديفينيشن ماسكارا. احنا طبعا هنركب رموش، بس الرموش طبعا متلونه من الباودر والفاونديشن والجو ده، مش عايزينها تبان من بيضه من تحت الرموش. طبعا اوعي تنسي الرموش اللي تحت لانها بتكمل اللوك. وهستخدم النهارده رموش لوردن بيري رقمهم EL21، دول تقريبا المفضلين عندي، هم مش باينين جوه العلبه، ثواني متشقلبين، ده شكلهم قصيرة من قدام وطويلة من ورا، وهلزقهم بلزق دي. وبعدين هستخدم الليكويد ليبستيك ده من تارت، احلى لون نود حطيته عليا الصراحة. طبعا هسيب لكم اسامي ودرجات كل الحاجات اللي استخدمتها تحت في الديسكريبشن بوكس. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، فيديو ميك اب لوك سموكي انتوا كنتوا طلبتوه، فيا رب يكون عجبكم، استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. وما تنسيش لو عجبك الفيديو ده تعملي له لايك وسيبي لي كومنت برايك، وما تنسيش تتابعيني على السوشيال ميديا بتاعتنا على فيسبوك تويتر انستجرام وسناب شات، واكيد على اليوتيوب. هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكربشن بوكس فوق الفيديو ده. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشه خلال الفيديو، كمان هتظهر في اخر الفيديو ده. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي. ينفع الواحد ياخد شاور في الهايلايتر؟ هعمل كده من غير ما افكر. عايزه اقول لكم اعتراف ان انا مبقتش احب احط فاونديشن، اللي انا بحط بس كونسيلر وانزل في الحياه، وتقريبا بقيت ما بحطش فاونديشنز غير في الفيديوز، ودي حاجه مش عارفه حلوه ولا وحشه. برجع طبطب تاني بالاسود لو حسيت ان هو بقى باهد من باهد. My hands they're strong but my knees were far too weak to stay in your arms without falling to your feet. والنهارده هستخدم باليت هدى بيوتي